بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم مع بعض عن قصة ملك اللي عليكم في الترم الاول. طبعا انا النهاردة هديكم طبعا الكلمات اللي موجودة في القصة، لازم تحفظوها الاول علشان لما نيجي نقرأ القصة بالانجلش تبقوا فاهمين الجمل بتقول ايه. النهاردة هقرا الكلمات وهشرح القصة بالعربي، وان شاء الله هعمل فيديو تاني اشرح فيه القصة بالانجليش بعد ما تحفظوا الكلمات. اول حاجة القصة بالانجليش بنقول عليها The Reader. The Reader. طيب اسم القصة ايه بالانجليش؟ ملك's Dream. ملك's Dream يعني حلم ملك. ملك عندها حلم ونفسها تحقق الحلم. احنا طبعا هنعرف ايه هو حلم ملك، ويا ترى لما كبرت ملك حققت الحلم ولا لا، هنشوف مع بعض. طيب هنا بقول لي ملكس دريم، طبعا هنا ابصرف اس للملكية. ملكس دريم يعني حلم ملك، حلم ملك خاص بملك، الحلم ده خاص بملك. يا ترى حلمها ايه؟ نفسها تبقى ايه لما تكبر؟ طيب اهم الكلمات او الفوكابلاري اللي موجوده في القصه يا ريت يا حبايبي تقولوا ورايا. حلم او يحلم، دريم. دريم طبعا الكلمه دي تمشي نون وفيرب، نون بمعنى حلم وفيرب بمعنى يحلم. دريم. قراءه الشفاه ليب ريدنج، طبعا ديت لغه خاصه بالصم، اللي سمعهم ضعيف. ليب ريدنج اللي هي همسات الشفايف. انا ممكن اعرف يعني ممكن لو واحد بيتكلم من غير ما يطلع صوت عن طريق الشفايف اعرف هو بيقول ايه. طبعا دي طريقه بقول عليها ليب ريدنج، يعني قراءه الشفاه من خلال همسات الشفايف بعرف ايه الكلام اللي الشخص ده بيقوله. لغه الاشاره الامريكيه American Sign Language. American Sign Language. American طبعا هنا سي بتنطق كي. American وهنا الجي حرف سايلنت، بكتب صاد يعني صامت. ولانجويج يعني لغة. كلمة American يعني أمريكية، وساين إشارة، ولانجويج يعني لغة. American Sign Language. American Sign Language. ممكن اختصر التلات كلمات دول يا حبايبي في ASL. انا طبعا لما اجي اختصر مثلا تلات كلمات زي كده بعمل ايه؟ بجيب اول كلمة اول حرف في كل كلمة، يعني اول كلمة باخد منها الاي، تاني كلمة باخد طبعا اول حرف فيها اللي هو الاس، تالت كلمة باخد اول حرف فيها اللي هو ال. يعني لما اجي اختصر عبارة زي كده او جملة مكونة من تلات كلمات زي كده باخد اول حرف من كل كلمة، يعني هنا هقول ايه وهنا اس وهنا ال. يعني لما اشوف ايه اس ال في جملة باللغة الانجليزية اراه ازاي؟ اقول American Sign Language يعني لغة الاشارة الامريكية. American Sign Language. بعد كده جامعة University. جامعة University جهاز يساعد على السمع للي سمعهم ضعيف، بحطوا جهاز كده في ودانهم بنقول عليه Hearing Aid. Hearing Aid. Hearing Aid. فخور Proud. Proud. أنا مثلا فخورة بابني علشان هو مثلا شاطر، أقول إيه؟ I am proud of. أنا فخورة بيه. يبقى كلمة هنا فخور proud. proud. ماهر clever. clever. مدرسة teacher. طبعا مدرس أو مدرسة مذكر ومؤنث، المدرس بنقول عليه teacher والمدرسة بنقول عليها teacher. لا يسمع واحد لا يستطيع السمع بقول عليه can't hear. can't hear. هنا السي بتنطق كي والاتش في الصوتيات بتنطق هي. نقولهم كمان مرة. حلم أو يحلم دريم.
دريم قراءة الشفاه lip reading. lip reading لغة الإشارة الأمريكية American Sign Language. American Sign Language جامعة University. University جهاز يساعد على السمع Hearing Aid. Hearing Aid فخور Proud. Proud ماهر Clever. Clever مدرسة Teacher. Teacher لا يسمع Can't hear. Can't hear بعد كده حزين Sad. Sad أطفال Children. Children طيب أو عطوف Kind. Kind غير عطوف Unkind. Unkind يفهم Understand. Understand سعيد Happy. Happy هنا الاتش بتنطق اهي. بعد كده يلعب ألعاب play games. play games يتكلم talk. talk أصم deaf. deaf أصم يعني واحد سمعه تقيل. مثار أو متحمس excited. excited excited نقولهم كمان مرة حزين sad. sad أطفال children. children طيب أو عطوف kind. kind غير عطوف unkind. unkind يفهم understand. understand سعيد happy. happy يلعب ألعاب play games. play games يتكلم talk. talk أصم deaf. deaf مصار excited. excited هنقولهم كلهم تاني كمان مرة ولازم يا حبايبي تحفظوا الكلمات كويس جدا علشان تعرفوا تقروا القصة بالإنجليش تبقوا عارفين القصة بتقول ايه بالظبط. اول حاجة حلم ملك ملكس دريم. ملكس دريم احنا هنعمل القصة على 3 حلقات علشان ما اطولش عليكم. اول حلقة اللي احنا فيها دي حبايبي هنقول فيها الكلمات. تاني حلقة هحكي فيها القصة بالعربي وتالت حلقة هحكي فيها القصة بالانجليش. خلاص يا حبايبي اول حاجة اسم القصة ملكس دريم. ملكس دريم يعني حلم ملك. بعد كده حلم او يحلم دريم. دريم قراءة الشفاه lip reading. lip reading لغة الإشارة الأمريكية American Sign Language. American Sign Language ASL جامعة University. جامعة University جهاز يساعد على السمع Hearing Aid. Hearing Aid فخور Proud. Proud فخور Proud ماهر Clever. ماهر كليفر مدرس أو مدرسة teacher. teacher لا يسمع can't hear. can't hear can't hear بعد كده حزين sad. sad أطفال children. children طيب أو عطوف kind. kind غير عطوف unkind. unkind يفهم understand. understand سعيد happy. happy يلعب ألعاب play games. play games يتكلم talk. talk أصم deaf. deaf مثار أو متحمس excited. excited وبكده حبايبي نكون انتهينا من الحلقة الأولى في القصة.
لو عجبكم الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بأي درس جديد أنا منزله. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.